لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات، نقدم لكم آخر مستجدات الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس سارس كوف 2 في بلادنا. فخلال 24 ساعة الأخيرة سجلت على المستوى الوطني 1565 حالة جديدة مؤكدة، لنتجاوز اليوم عتبة 50,000 حالة، وبالتحديد 50,812 حالة. كما وصل اليوم معدل الإصابة التراكمي لكل 100,000 نسمة إلى 140، على أنه قد بلغ في 24 ساعة الأخيرة 4.3 لكل 100,000 نسمة. توزع الحالات 1565 المسجلة في 24 ساعة الأخيرة حسب جهات وأقاليم وعمالات المملكة كما يلي: في المركز الأول جهة الدار البيضاء ستات 405 ديال الحالات، من بينها 337 حالة بالدار البيضاء الكبرى، 24 حالة بالجديدة، 13 بالنواصر، 8 برشيد، 7 بالمحمدية ومثلها بسطات، 5 بمديونة، وحالتان بكل من بن سليمان وسيدي بن نور. جهة مراكش أسفي 391 حالة، من بينها 289 حالة بمراكش، 73 حالة بالحوز، 13 بالصويرة، 6 حالات بقلعة الصراغنة، 4 باليوسفية، 3 بأسفي، 2 ديال الحالات بشيشاوة، وحالة واحدة بالرحمنة. جهة فاس مكناس 280 حالة، من بينها 85 حالة بفاس، 70 بتازة، 56 بصفرو، 31 بمكناس، 24 بالحاجب، 9 حالات ببولمان، 3 بإفران، وحالتان بتونات. جهة الرباط سلا القنيطرة 129 حالة، من بينها 43 حالة بسلا، 34 بالقنيطرة، 29 حالة بالصخيرة التمارة، 16 حالة بالرباط، 4 حالات بالخميسات، حالتان بسيدي قاسم، وحالة واحدة بسيدي سليمان. جهة بني ملال خنيفرة 128 حالة، 50 حالة ببني ملال، 35 بخريبكا، 23 حالة بخنيفرة، 12 حالة بالفقيه بن صالح، و 8 ديال الحالات بأزيلان. جهة طنجة تطوان الحسيمة 110 حالات، تتوزع بين طنجة 58 حالة، 16 حالة بالحسيمة، 15 حالة بتطوان، 11 بشفشاون، 6 حالات بالمضيق الفنيدق، و4 حالات بالعرائش. جهة سوس ماسة 40 حالة، من بينها 34 حالة بأكادير الدوتلان، 3 ديال الحالات، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، 2 الحالات بإنزكان أيت ملول، وحالة واحدة بشتوكا أيت باه. جهة الشرق 33 حالة، من بينها 11 حالة بالناظور، 10 بوجدة أنقاد، 8 بقرسيف، 2 ببركان، وحالة بكل من فيقيق وجرادة. جهة درعا تافيلالت 24 حالة، 23 بورزازات، وحالة واحدة بزقورة. جهة
الدخلة والذهب 16 حالة كلها بإقليم وادي الذهب. جهة قلميم واد النون 6 حالات، 3 بسيدي إفني، حالة بطنطان وحالة واحدة بقلميم. ثم أخيرا جهة العيون الساقية الحمراء 3 حالات كلها بإقليم السمارة. إذا هذا هو التوزيع الجغرافي ديال 1565 حالة اللي تسجلوا في هذه 24 ساعة الأخيرة. تم استثناء 20778 حالة من كونها مصابة بالمرض ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة في بلادنا إلى حدود هذا الوقت 1,686,114 حالة مستبعدة. للأسف الشديد تتواصل حالات الوفيات في ارتفاع منذرة بأمور لا نتمنى أن نقع فيها، وما زال الوقت أمامنا لنستدرك الحالة الوبائية. وكما قلنا دائما بأن الحل المتوفر حاليا والفعال واللي جربناه احنا في المغرب، نهار كنا ملتزمين بالتدابير الوقائية، نهار كنا كنسمعوا حالة وفاة واحدة في النهار ولا جوج ولا ثلاثة، وكنا كل شيء مخلوعين وكنلتزموا التدابير الوقائية. دابا ولينا كنسمعوا 30 40 عادي جدا، وكأن الأمر مجرد إحصائيات. اليوم لا سجلت تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في 41 القناة. حالة وفاة جديدة، ليرتفع بسرعة عدد الوفيات إلى 858، ومعدل الفتك هو 1.7%. وإذا استمرت الأمور على ما هو عليه فإن معدل الفتك سيرتفع بشكل تدريجي. رحم الله الجميع والعبرة لنا. هذه الحالات 41 سجلت بكل من الدار البيضاء 10 حالات وفيات، مراكش 9 حالات وفيات، طنجة 4 حالات وفيات، الرشيدية 3 حالات وفيات، ورزازات، فاس، وتازا 2 حالات وفاة بكل إقليم، وحالة وفاة بكل من إنزكان، العرائش، فيقيق، الفقيه بن صالح، بني ملال، وجدة، الناظور، تونات، والصويرة. إذا مرة أخرى هذه الأرقام هذه ما خصهاش تكون مجرد أرقام نقولها لا في تنسوا ندوات الساعة الإعجاب بالفيديو السادسة، والاشتراك في وإنما القناة. يجب أن تكون وازع لنا لمزيد من الالتزام الصارم بتدابير الوقاية العامة اللي كتعرفوها جميعا. ولله الحمد والشكر تعافى من المرض 841 مريض، ليصبح إجمالي المتعافين في بلادنا 35,040 حالة تعافي، ومعدل التعافي هو 69%. يعني كما كتشوفوا عدد كبير من المتعافين ولله الحمد يوميا. لا تنسوا الإعجاب كان بالفيديو كذلك والاشتراك في عدد القناة. مهم جدا من التحاليل التي تجرى. إذا كما قلنا البارح كاين مجهود كبير كيدار في التشخيص، ومازال هذه الامور غادي تطور احسن فاحسن، وكاين مجهود كذلك في العلاج. دابا بقى المجهود انه ما نطيحوش كاع، ما نوصلوش كاع الى المرض، يعني الوقايه. والوقايه راكم كلكم كتعرفوا ان ارتداء الكمامات، ان غسل اليدين بالماء والصابون، استعمال المطهرات الكحوليه، احترام مسافه الامان، تفادي التجمعات، تفادي التجمهرات، تفادي السلام، نسلموا بالقلب، هذه كلها، واستعمال التطبيق، هذه كلها أمور بسيطة وسهلة وغير مكلفة وقادرة على الحماية من المرض، وقد أثبتت فعاليتها في عدد من لا الدول. تنسوا الإعجاب إذا ما كاينش بالفيديو دولة اللي والاشتراك عندهاش في لقاح حاليا اللي كتستعمله. ومنه فإن الحالات النشطة أصبح عددها 14,914 بمختلف جهات المملكة، أي بمعدل 41.1 لكل 100,000 نسمة. وتتذكرون أنه في يوم ما من هذا المنبر كنا قلنا بأن المعدل كان واحد،
لكل 100,000 نسمة، اليوم حنا 41 لكل 100,000 نسمة. الحالات النشطة موجودة بالدار البيضاء 5069 حالة، ثم مراكش أسفي 2810 حالة نشطة، الرباط سهل القنيطرة 1636، فاس مكلاس 1429، طنجة تطوان الحسيمة 1114، ثم بني ملال الخنيفرة 1187. أقل عدد من الحالات النشطة يوجد لا بالعيون تنسوا الساقية الإعجاب الحمراء بالفيديو 58 والاشتراك حالة في نشطة، القناة. وقلميم واد نون 45 حالة نشطة، التي تعتبران الجهتان اللي فيهم أقل نشاط وبائي. نختم بالحالات الخطيرة والحرجة، والتي يبلغ عددها في هذه الأثناء بمختلف مستشفيات المملكة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة 186 حالة خطيرة أو حرجة، من بينها 30 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، يعني حالات جد حرجة. هذا هو آخر رقم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.